أومليت البيض بطريقة طيبة كتير، لازم تجربوها. بنقطع قطع صغيرة كل من بندورة، الفليفلة، البصل، بقدونس، نكسر 2 بيضة، بنضيف عليهم الملح والفلفل الأسود، نقلبهم بمقلاية على نار خفيفة، بنضيف زيت والبيض، بس يستوي استواء خفيف بنقلبه، بنضيف جبن الموزاريلا، الخضرة اللي قطعناها، والزيتون المقطع، نرجع بنضيف الجبنة، نقلبه، نضغط عليه، بنضيف قطعة زبدة، نرجع بنقلبه، وألف صحة وهنا.